أبين تتغلب على جمر الأزمات ولا منقذ، فمن الأوضاع الأمنية غير المستقرة إلى الحالة الاقتصادية المتردية التي تمر بها المحافظة، ومؤخراً تهديدات من تفشي جائحة كورونا في ظل وضع صحي منهار. أزمات تراكمت خلال سنوات بسبب الحروب التي تعيشها البلد جراء الانقلابات المتتابعة على الدولة، لكنها اجتمعت دفعة واحدة. استقبال العيد في هذه الأيام يعني حالة سيئة جدا، يعني نتيجة قلل الأسعار وإضافة إلى أنه المعاناة والأوبئة والأمراض والأزمات السياسية اللي تحدث في البلاد بالحروب والإشكالات اللي تسوي، هذا يؤدي إلى أنه حتى نفسية المجتمع يعني أصبحت سيئة جدا. يعني يعيش سكان أبين ما يشبه جلسات التعذيب من دورة الصراعات والصدمات المتكررة، لكن كل ذلك لم يمنع الناس من الخروج إلى الأسواق في محاولة للحصول ولو على القليل من الاحتياجات الضرورية لمواكبة مناسبة عيد الفطر الذي يحل هذا العام في ظروف بالغة التعقيد. المواطن مغلوب على أمره، في ظل ماشي وجود كهرباء، ماشي وجود رواتب، ماشي حتى وجود نظافة عند الناس يا أخي. والمشكلة يا أخي الدولة مهملة، في حرب واصل، نحن في مشاكل، نحن نشتي الدولة يا أخي تقوم بواجباتها. أنا متأكد أن المواطن هذه البرة الله يستر عليه، في ناس ما تسوق، في ناس إلى الآن الناس بلا رواتب لهم 4 شهور 5 شهور الآن. هنا في المحافظة التي يعيش سكانها بين جحيم الحرب ومخاطر الانتشار المتسارع للأوبئة، يرى أحمد وهو أب لطفلين أن عدم قدرته على شراء الملابس الجديدة لأطفاله جحيم آخر، خصوصا في ظل انقطاع المرتبات وغياب فرص العمل في بلد بات أغلب سكانه ربما تحت خط الفقر. أنا معينا 2 جهال بس يعني بسبب الأوضاع بسبب الأسعار لن نقدر نشتريهم لحد الآن، أصبح غلاء فاحش يعني فوق الاحتمالات المتوقعة، فإن الأوبئة لها جهة ولكن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، لأن المواطن لا يقدر أن حتى لو معه واحد يعني نفر واحد لا يقدر أن يشتري له. غابت ملامح بهجة العيد على وجوه الكثير من الأطفال وأسرهم، أغلب المناسبات التي تمر ويتجرعون فيها حصاد 6 سنوات من الحرب، حيث لم تعد إشكالية الأسعار التي تبدأ في الارتفاع مع حلول المناسبات وحدها ما يقلق الناس، لكن تأزم الوضع العسكري وتوقف القتال وعودته على تخوم المحافظة كان سبباً إضافياً هذه المرة ليفاقم من هلع وخوف المواطنين في أبين التي تزورها الأعياد ويغيب عنها الفرح. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.